بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير عليكم متابعيني متابعين قناة يوميات دودو. تعالوا النهاردة من مطبخي نتعرف مع بعض على أسهل وأسرع وأطعم طريقة لعمل الكبدة الإسكندراني. معايا نص كيلو من الكبدة البلدي العجالي، معايا راس الثوم ومجموعة من التوابل عبارة عن ملح فلفل كمون وبهار، ممكن نضيف شطة لو حابين، بس أنا في الحقيقة هستعيض عن الشطة بقرن الفلفل المشطشط ده، ومعايا كمان ليمونتين، ومعايا فلفل حلو كمان، منساش الزيت. طيب كل اللي أنا هعمله دلوقتي إن أنا في الكبة بعد ما أقشر الثوم هضيف الثوم مع التوابل مع قرن الفلفل الحامي مع الليمون، أفرمهم كويس وأتبل بيهم الكبدة وأرجع لكم تاني. انا هنا يا جماعه فرمت المكونات زي ما قلت لكم، بصراحه لقيت القرن الفلفل كان حامي قوي ففرمته نصه بس، لكن لو حابين تحطوه كلهم يعني مفيش مشكله، دي حاجه ترجع لكم. فانا هنا هحط اللي انا فرمته ده على الكبده وابدا ان انا اقلبها بحيث ان التوابل والثوم مع الليمون تندمج تماما مع الكبده. تمام كده، بعد ما تبلناها تماما كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هغطيها واحطها في التلاجة من ساعتين لثلاث ساعات بس، مش اكتر من كده، هحط وارجع لكم. هنا بعد الساعتين معدي يا جماعه، انا حطيت زيت غزير في الطاسه عندي، ما بستناش لما بيسخن قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، ببدا ان انا اضيف الكبده المتبله. بقلب ننتبه زي ما قلنا ان الزيت يكون يعني غزير نوعا، علشان انا مش عايزه الكبده بتاعتي تبقى ناشفه، حسيتها كده بس فتره من 6 ل7 دقايق مش اكتر من كده لحد ما تستوي. انا شايفه كده تمام الكبده استوت عندي، قبل ما اطفي عليها بدقيقه بحط عندي اي فلفل حلو عندي. بس دقيقة اقلب واطفي عليها. بعد اقل من دقيقة بغرف هنا، بقدم هنا جماعة الكبدة. بسم الله بالهنا والشفاء، احلى كبدة ممكن ان انتم تتخيلوها من حيث الطعم ودرجة السوى وكل حاجة ممكن تتخيلوها. ده الشكل النهائي للطبق. طبعا ممكن بقدمها مع بطاطس بيوري، بقدمها مع مكرونة بالصلصة، او حتى بقدمها مع العيش البلدي، او اذا كنا طالعين رحلة بقدمها في ساندويتش. وبالهنا والشفا.